اعتقلت السلطات التركية 70 ضابطا في الجيش للاشتباه بصلتهم برجل الدين المعارض فتح الله جولان المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتهم بتدبير محاولة تمرد فاشلة في 2016. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وطردت نفس العدد تقريبا من وظائفهم الحكومية منذ محاولة التمرد التي تتهم أنقرة جولان بتدبيرها، فيما ينفي الأخير تلك المزاعم.